محمد فخير، مرحبا بك في راديو مارس. المباراة تأجلت ديال نهائي كأس العرش، غادي تلعب مع جديدة في ملعب العبدي. اش ممكن تقول لنا على المباراة دي؟ مخبريش بالمقابلة تأجلت؟ لا أظن أنها تأجلت في أحد الساعة، أنا ما عنديش خبر بلما المقابلة تأجلت. دارت رجاء الله توصلت بالبروغرام ديال الشامبيونا وفو جوي لو لاندي على 15 لا ما كان ظن أن توصلوا بالبروغرام، في حالة ما تأجلت مقابلة ديال النهاية، لأن المقابلة النهائية ماشي بيد الجامعة، يعني الأمور بيد القصر، هما اللي كيحدوا النهار اللي غتلعب فيه المقابلة. فكنظن أن البرمجة ديال لا فيدراسيون دارت نورمالمون، في حالة ما تلعبتش المقابلة ديال النهاية غتكون المقابلة مبرمجة يوم الاثنين. بالنسبة لك الاستعدادات ديالك في ظل جوج المقابلات مختلفة واخا المنافس بحال كيفاش كتشوف هذه الأمور؟ كنظن أننا كنستعدوا توت فاسون، أحسن حاجة اللي داروا في البرمجة هما ما بدلوش النهار، يعني بالنسبة للتقني غادي يهيئ مقابلة ليوم الاثنين. لو داروا المقابلة ديال البطولة يوم السبت ولا كانت نهاية يلعبوا الاثنين، فكي غدير الحصة ديال التدريبية باش تكون واش واجد السبت ولا واجد الاثنين. فكانوا ذكيين وخلاو أن المقابلة تلعب الاثنين، سواء تكون نهاية أو البطولة.